دراج طلعت عليا بهيدا البلد، كنت طالعة ولا مرة نزلت. كنت عم غمض عيوني وعم شوف كيف شكران عم تقدمني وعم شوف كيف الناس عم يعملوا. أهلا وسهلا بمطربة لبنان وسوريا. طالعة على الدرج وكيف أنا بدي أوصل شوف الناس. صغير وبريء ومنحبه مش عارف كيف بده يتخطى الحواجز حتى يوصل. ما في شيء بيقدر يأثر علينا في حال عانقنا كل الناس. يا ريت فينا نعاني كل الناس لأنه هذا رسالة. لما طلعت على المسرح أخذتني الحنين والذكريات لأهم الحفلات والمهرجانات يلي عملتها بهيدا البلد يلي ما بقدر بنساها. دايماً يقول بده يطلع الضوء، بده يطلع النهار، وأول ما بدها تشرق الشمس لازم كون أرجع شوف أحبابي وأهلي وأصحابي بسوريا.